بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هند عبد الفتاح من داخل مستشفى برجيل الشارقة. حابة اليوم أشارككم تجربتي مع المستشفى. صراحة مستشفى رائعة جدا، ومن طبعا أنا كنت بعاني من إجهاض متكرر من 5 سنوات، 5 إجهاضات. رحت لأكثر من مستشفى، زرت أكثر من طبيب داخل الدولة وخارج الدولة. ما كانت الأسباب معروفة. تعرضت لعمليات ربط لعنق الرحم 2 مرات، والعملية ما كنت محتاجة لها أصلاً. كل الأطباء كانوا بيقولوا إنه يعني لازم العملية بس على أساس إنه يعني يكونوا سووا اللي عليهم. قدر الله ما شاء فعل، خسرت 5 أطفال. وقبل ما أجي على مستشفى برجيل طبعاً طلعت على السي في حق دكتورة كل الأطباء الموجودين، فشفت دكتورة منى سعد، دكتورة الحمل الحرج. جيت على طول على المستشفى وقابلت الدكتورة، وصراحة كانت ما شاء الله تبارك الله دكتورة بمعنى الكلمة. من أول ما حكيت لها القصة تعرفت على المشكلة وبدأت في حل المشكلة، وخطت خطة علاجية كاملة وبدينا فيها ووصلنا فيها للآخر. والحمد لله النتائج كانت الحمد لله إنه ربنا رزقني بمولود ذكر، الحمد لله سميته يوسف. والحمد لله يعني والشكر لله وفضل الدكتورة منى برضو، وتعبها معايا واستحمالها لكل المسيرة العلاجية. يعني الحمد لله والشكر لله وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد، زوج هند وأبو الطفل يوسف. حابب في هذه المساحة أقدم شكري من بعد الله سبحانه وتعالى لمستشفى برجيل إدارة وإصطافا، ومن بعد ذلك الشكر الجزيل والخالص والخاص جدا لدكتورة منى سعد، الدكتورة الإنسان، الدكتورة اللي تحملت معانا كل المتاعب في طول الفترة السابقة. دكتورة منى نحن قرينا عن 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 عنه وعن علمه وعن شهرته عن طريق الأونلاين، عن طريق موقع مستشفى برجيل. الحمد لله جينا المستشفى فكما توقعنا وكما قرينا عنها لقيناها هو أكثر زيادة. من أول يوم وضعت خطة علاجية أنهد بها زمن طويل من الحزن وزمن طويل من المعاناة، أكثر من 5 سنين مع الإجهاضات، فكانت النهاية على يد دكتورة منى الحمد لله. فقدر ما نشكر دكتورة منى ما حنوفيها حقها والله، نحن بس نتوجه لله سبحانه وتعالى انه يتكفل عننا بيجزاها جزاء الشكر الجزيل. وهي من اول يوم وضعت خطة علاجية زي ما قلنا واستمرت واصرت عليها لحد ما كلت بالنجاح. فالحمد لله اليوم نحن نفرح بيوسف مع الاهل ومع كل الاحبة، فشاكرين شاكرين لدكتورة منى، والله يجزيها عنا كل خير الجزاء ان شاء الله، شاكرين جدا. النهارده يوم مميز طبعا علينا، الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وانعم علينا بولاده مريضه عندي اسمها هند. انا بس حابه اتكلم شويه او ادي مختصر عن حالتها. هي كان عندها اجهاضات متكرره، في كل مره كان المريضه بيحصل عندها اجهاض في الشهر الرابع في الشهر الخامس في اوقات مختلفه، حتى برغم حدوث الربط وبرغم البروتوكول العلاج اللي كانت بتاخده قبل كده. لما شفناها وصلنا لتشخيص مناسب معاها قدرنا الحمد لله بفضل الله ان احنا نوصل لغايه نص الشهر التاسع، قدرنا ان احنا نولدها الحمد لله رب العالمين بدون اي ولاده مبكره وبدون اي شيء، وحضرناها للولاده بشكل طبيعي والحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمها بولد. وامورها بفضل الله سبحانه وتعالى كانت كويسه معانا طول الحمل، هو اهم شيء للوصول مع المريضه الى بر الامان. فالحمد لله بفضل الله بنشكر ربنا على المجهود اللي احنا وصلنا بيه للاخر، وربنا يقوم الجميع بالسلامه باذن الله.